أقل من 3 سنوات ما جيت البحر. غلطانة. شو أسوي يا إقبال؟ مشاغل وعمل. أي شغل؟ أنت يوم كله شغل بس 8 ساعات، فين شغل؟ والله وأمي يا إقبال. فرحانة ومبسوطة ماما؟ أي والله. تحسب إني كنت مبسوطة بحبسة البيت؟ كاني في سجن؟ لا، بس أنا فكري أنت مرة ممكن ما في إيش حياتي. لا يا إقبال، ولدي الدرجة. إلا يا مدام أمل، يعني أنت الفترة اللي كنت عايشة فيها بس أكل وشرب وسوي مساعدة ماما بس. وإيش فيها يا إقبال؟ على بالك شي غلط؟ لا مو في غلط، بس الحياة حلوة وجميلة، لو أنت عشتي فيها يكون أجمل. صحيح يا إقبال، بس هذه الأشياء للناس اللي فوق، الأغنياء، أشياء يبغالها قروش. وأنت فقيرة يعني؟ طبعا فقيرة، ولا يغرك السواق والشغالة. ترى كل اللي أنا فيه من باب الصدف، وراتبك لا تنسى أنه يدفع عمك الطحطوح ذاك. لا أنت مو فقيرة، أنت بس فكر أنت فقيرة. شوفي وجهك، شوفي جمالك، ما شاء الله. إيش الكلام هذا يا إقبال؟ لا لا لا، أنت ما يفهم غلط. أنا بس حبيت أقول لك زيك مفروض ما يكون فقيرة. أنت سعودية وهذا بلد حقك، فيها مليارات. أنت لو افتح المخ شوية أنت ممكن تشيل لي مار سمسم هذا. الله يقطع سوالفك يا إقبال، فعلاً أنك مهبول. مدام ابقوا هادية. لا شكرا يا ميري، روحي. اوكي. جوالي خلينا نشوف آخر الأخبار إن شاء الله. مسكين. والله ما أنا عارفة وش فيني يا ليلى، توني صاحية من النوم وأحس إني ما نمت شيء. لا ماما ما في كوفي، أظن هادي بسبب تكيير جو، كله ناس أظن في نومي الحين. ما رجع ممدوح؟ لا ماما ما في يرجع. بعدين ماما أنت شكل أنت وايد تعبان، أنت روحي فوق وأنا أجيبي أكل فوق. والله معك حق يا ليلى، أنا بطلع وأجيب أغراضي. إن شاء الله ماما إن شاء الله.